في إطار جهودها لحماية الثروة السمكية وتعزيز التفتيش في مرافق الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، قالت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن فرق رصد الصيد المخالف قد ضبطت 9 مخالفات تتعلق بصيد أسماك صغيرة من نوع الصافي والجرجفان على وجه التحديد، والتي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به وبكميات تفوق نصف طن تم صيدها بواسطة شباك الجر القاعي التي تستخدم لصيد روبيان، وهو ما دعا إدارة الثروة السمكية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. أكدت الوكالة أنها قامت بحجز وتجميد الرخص 9 كخطوة تحفظية لحين استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية في حقهم، والتي قد تصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العامة بسبب قيامهم بصيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي لم يجز القانون صيدها داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين. تعتبر تلك الممارسات مخالفة صريحة لأحكام المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والتي لم تجز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. أكدت الوكالة بأن أعمال الرقابة والتفتيش في مرافق الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك ستتواصل لتشمل التأكد من طريقة صيد الأسماك بواسطة شباك موافقة للمواصفات، وتهيب إدارة الثروة السمكية بأصحاب البوانيش الالتزام بأحكام القانون ومراعاة ضوابط وأخلاقيات مهنة الصيد، وذلك لتجنيب إخضاعهم للإجراءات الإدارية كمصادرة الأسماك والحجز التحفظي للسفن ووسائل الصيد وتجميد الرخص أو تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية. كان وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أعلن مؤخرا أن فرق رصد الصيد المخالف قد تمكنت خلال الأسبوع الأول من مباشرة فرق رصد الصيد المخالف لمهامها من ضبط عدد من الباعة الذين يعرضون أسماكا صغيرة الحجم للبيع في الأسواق المركزية ومرافق الصيد البحرية، واستخدام شباك مخالفة للمواصفات من أصناف الشعري والبالول والكنعد واليم والربيب والحبار وأم الروبيان، وأنه قد تم التعامل مع جميع تلك الحالات بما يقتضيه القانون.